أستاذ رباح لصيف، أهلا بك معنا، أنت على تقنية سكايب. صباح النور الأخت وسام دي قناة شروق نيوز. أهلا بك معنا. مرحلة عصيبة، التلاميذ وأولياء التلاميذ ومحيط التلميذ على حد سواء، إنها المرحلة التي تعد حسب الأخصائيين أصعب من مرحلة إذا هي مرحلة ترقب نتائج الامتحانات الرسمية، شهادة التعليم المتوسط البوام أو الثانوي الباكالوريا. إذا هل من تعطيها للتلاميذ ولأولياء التلاميذ كيف يجب أن نتعامل الفترة الصعبة التي يعيشها التلاميذ على أعصاب وأوتار؟ فعلا كما تفضلتي هو من أصعب الفترات، وخاصة الفيرة. لماذا في السنوات الأخيرة؟ في متغيرات جديدة وهي ضغط الأولياء وغير محترمة، خلينا نكون غير محترمة لوتيرة التعلم من الطلبة، وهذا الضغط هذا يخليهم ينتظروا مش من أجل النتيجة كما كان، حتى الحصول على النتيجة وضغط كبير، لإرضاء الوالدين نرتاح في مقارنش مع أهل الأجل. فهذا المتغيرات اللي تخلي الأبناء تاعنا يضغطوا، لأن كل عام الأب يقول والله غير أنا درت فيك ودرت عليك ودرت وصرفت، ولكن أنت ماشي. الفكرة السلبية اللي ترسخ في ذهن الطلبة مما يخلق عدم التوازن، الضغط يعني فيه تناقض فيما بينهم. فأول حاجة الآن في الفترة هذه راح نقول الأبناء الأبناء نقول لهم يعني الطلبة البكالوريا الآن، صح؟ مليح أنكم درتوا البكالوريا، خلصتوا البكالوريا، خلصنا البكالوريا مهما كان النتيجة، خلاص على أن خلصت البكالوريا، نفكر في المستقبل، مهما كانت النتيجة نخمم، نقول هل ندي البكالوريا؟ إذا ديت البكالوريا ونجحت، ما هي الاختيارات؟ إذا أنا فشلت وخفقت، ما نقولش فشلت بالمفهوم يعني هذاك الإحباط، أنني أخفقت في الامتحان، فلظروف قدرنا أني قريت حالات، حالة خوف، حالة في الماء في الطريق لقيت حادثة خلعتني أشياء، فهذا إخفاق نتيجة لظروف معينة. فنقول واش لازم ندير؟ أعيد يعني ثم نعود حر، يعني أني الآن نفكر في اللي جاي، فمن هذه البكر كي نبقى نفكر يعني راح ندخل في واحد المتاهة. فكرة سلبية تجيب لي فكرة سلبية وتجيب لي أصلا نقول بالك نحلها، لكن راح نسقط في الفخ السلبية وراح تعطيني واحد الإحباط، نعود نكره حتى الحياة ونخاف. بالتالي أول فكرة هو أننا درنا البكالوريا الآن نفكروا في اللي جاي. الأولية قال أولية معليش أنتم هذا معليش، أنا راح أقول أنت تشجع الولد تاعك، أنت تنشط مع الولد. تحدث جدا أستاذ رباح لصيف، أريد أن أناقشها معك بشكل أوسع. التلاميذ والأساليب التي ينتهجونها مع أبنائهم اللي اجتازوا الامتحانات، كنا تحدثنا عليها ونعود نتحدث عليها في هذه الفترة بالذات، فترة الترقب. الفئة المرهب أو أبنائها، الفئة التي تهدد أبنائها في حالة الترقب. هذا قبل الامتحانات دائما نسجل حالات الهروب من المنازل، حالات فيه بعض الحالات اللي أبنائهم ربما يتأثروا حتى إنهم مع غيرهم، فهناك من يهدد ابنه بطريقة غير مباشرة، فالتهديد قد لا يكون مباشر أحيانا، أليس كذلك؟ نقطة أثرتي نقطة مهمة واللي هي هذه، أنا معك، كنت عم نخليها للآخر باش نفاجئهم.
لان انا نشوف حالات كثيره، وهذه السنوات التسعينات لما كنا نقولها في القناه الوطنيه كنا نقولوا يا جماعه الخير الابناء ينتعروا كانوا يكذبون. كمثال عمل في البكالوريا السنه هذه، خليني في البكالوريا، الاولاد يخلصوا الامتحان المكلة في السيارة وتمشية غد في أثناء البكالوريا تأخذوا عند خصوصية من 7 ل 12 تعليم. ما سمي المكتفى ده خطأ، ما كانش منها لا علمية لا بيداغوجية لا تربوية، ما كانش وخطأ كبير. هذا ضغط أملا، هذا ضغط من النجاح، ثم حب ينجح وخايف ما ينجحش، ثم انا ندير له الضغط لي هذا واش يولي يشوف الطفل كما تفضلتي، يولي يخاف يقول يقرا يقول سب شي من الخوف، لانه بالك جاوب صحيح يقول لك لا ما كتبش هذاك الرقم، هو كتبها صحيح لكن الخوف يخليه ينتاب الشك في صراع داخلي، فهذاك الصراع الداخلي يا كتبت ما كتبتش بنقصد الثقه بالنفس، وبالتالي هو بالك هو جاوب صحيح في البكالوريا كان يقول يا صح انا ما كتبتهاش انا، وهذا واش يؤدي به؟ يدي يولي يفكر قال لا ما بقاتليش قاعده، انا نشوف لعب تاعك كيفاش معايا، نشوف الوالد كيفاش معايا، وبالتالي يفكر الهروب اللي فيك كما تفضلتي، وتكلم واحد تقول لك فيك تقول لك والله غير راهم يسمعوا فينا ممكن كثير، يقولوا لي بالك هذا يقول لي والله استاذ بلاد والله ولدي لاباس به يقرا من المشتدين، هي من المشتدين لكن انت حبيت يكون اكسيونيست، وبالتالي لما يكون احسن اكيد راح يكون ان هو يعني عنده مشاكل من هذا النوع، فلذا انا نقول احسن راكم ضغطتوا على ولادك بما فيها الاساتذه التربيه هذينا ويهديهم الاساتذه والمال. خلينا نكون صريحا انا موضوعي وعلمي وصريح ودقيق يشوفوا الطفل، لان انا الاساتذه والمدراء صدقيني باللي في بعض هي لا فرق بين البيداغوجيه والتربيه وعلم النفس، لا الهم الوحيد هو مكثف، المهم هذه الانكزيستونت المراجعه المكثفه غير موجوده في وتيره التعلم. خلينا هذا موضوع اخر ممكن نرجع له، فطلع ديما ثم انك تنتظر النتيجه تدي خوف يجيك من تابك الشك، فانت محتاج انك ترافقه. واش معنى المرافقه؟ يعني انت تخليه تشاركوا معك في البركه، بنت معك في يروحوا مثلا الى ما ذلك يروحوا يديروا هذه الاشياء هي اللي راح تخليك انت والله خلي هذه بنتك تنسى، لكن يعني هي موجوده من ذاك تبقى تفكر فيها من يعني الاخر تفكر في النتيجه، ما تقدرش نبقى دائما مركز وبالتالي نقص الضغط دايرين فيك ثقه من هذا الاسبوع تقدر تعالج، نقدر نقول له ما قدر بعد اسبوع ماشي الان بعد السد الجايز نشوف كيف نشوف الخطوط العريضه، لان كاين ناس يقارنوا بين النتائج الإجابة النموذجية والإجابة تاعو، لكن هو أصلا ما يقدرش الإجابة تاعو مع الإجابة النموذجية لأنه هو داخل الشك أصلا. الآن يقول لك أنا كتب صعلي في الوثق، قادر يكون في الورقة الرسمية ما كتبوش، أو العكس وبالتالي قادر يكون أنا. أو يقول أنا صحيح هو غلط لأنه في باله كتبها، لكن كثير أحيانا في بالنا كتبها نجي لما نجي راح مانيش راح نكتبها، وبالتالي راح نشوف اللي ما نجحتش في الاجابه النموذج. فلذا انا نقول هذا الاشياء فيها بكل لازم الاولياء ياخذوها بالاعتبار ويخليوا ولدهم انه يكون ويكون احسن. فلما يشارك روحي مثلا نخدموا خدمه في الدار، انا راح نبريكوني بالك انا مانيش قادر نروح نتدير في بلاصتي، هيا نخرجوا مثلا نروحوا نقضي ندور نزوروا الوالده نزوروا جداتك نزوروا عماتك نزوروا. فهذه الاشياء لما نخلي مع الزملاء يلعبوا ما نقولوش ندخل للدار وانت باك، لكن ربما استاذ رابح الوصيف قد تكون كل هذه ردود الافعال لاولياء التلاميذ غير مباشرة، لأن أولياء التلاميذ ربما بما أنه حبهم الكبير لهم في
النجاح وينتابهم شعور، خصوصا وان كان التلميذ يقول لهم يا دمتش، فردود الافعال راح تكون سلبيه بمعاقبته، ما تخليهش حتى يخرج ربما يشوف اصحابه. هذه امور كنا رصدناها يعني الاساليب المباشره من التهديد، الضرب، اللهجه مع التلاميذ، هذه خلينا. لكن هناك بعض غير مباشره رصدنا في حالات لابن بمجرد ربما كما نقولوا بالعاميه شنف عليه، ما حكاش معاه بطريقه فتحسس وكان راح من المنزل ومعلم حتى واحد وين، تحسس بطريقه لانه الاب بتاعه ما تحدثش معاه، قطع له حتى الكلمه. فكل هذه الاساليب قد تحسها ربما عاديه، تصرف او رده فعل نتيجه انه ابنك خذلك او ما يجب، لكن تقابلها لفئه من الاطفال او لفئه من التلون تقابلها ردود افعال قد لا يحمد عقباها. استاذ حتى يكون واضح الشيء اللي تفضل، وهذا المهم، الولايات الغير مباشره هي التي تؤدي الى مشكلات، انا متفق، لكن الشيء المهم وهو ان لازم نعرف باللي فيه نوع من الانانيه، خلينا نكون انانيه، لماذا؟ والله في كثير من الاحيان اللي يفكرون ينسوا، هو يفكروا انه ينجح لانهم هما استثمروا فيه، وعنده كيان وعنده شخصيه وعنده مستقبل، عنده رؤيته وعنده، فبالتالي لما يشوف هو في مرحله حساسه، فهو في مرحله حساسه الابن هذا. وبالتالي ايضا ناخذ مثال، الاب هذا عنده مشكل في العمل، لما يدخل هو عنده مشاكل في العمل، يكون في حاله حساسه نفسيه مضطربه، التوازن الانفعالي ينفعل بسرعه يقلق، حتى لو كان يقول الزوجه تقول كلمه، لماذا؟ لان ادراكه هو تحت الضغط. بالنسبه للابن راه فيه نفس تاعك انت حساس، وماذا به ينجح وحده، هو ثانيا ماذا به يفرح، يفرح ثالث لازم تقدير لذاته، ليستيم دو سوا، يحس باللي راه مليح. شوف تشنف هكا كما قلتي او حركه مش خذلو، هذا ما نجحش في الدراسه مش خذول، بالعكس عنده مجالات، مش انا اني انا ولدي يخذلني لما يتناول المخدرات، يخذلني لما يكون هذه الاشياء سلوكات لا اجتماعيه، اضطرابات، لكن في هذه الاشياء فهو ما يخدمنيش، انا بالعكس راح يعرف بلي هذه تجربه، ونقول له هذه التجربه في الحياه في العمل في المستقبل في تجارب تاع العلاقات الاجتماعيه، انك تخفق في العلاقات والتوقيع، العكس اني نخليه يفهم بلي هذه التجربه ومنها يتعيط على كيفيه الوقوف والخروج من الازمات. انا نعطيك كيفيه اداره، انا نولي نغرقوا بسلوك على هذا ولدي ما خدمش، لا هذا خطا، بالعكس معامله عاديه، نديه لك انا عطله، نديه نخرج معاه في البيت نكون، واللي طبعا ابنك هذا ممكن، انا قلت ممكن يكون في لحظه، نعطيك مثال ونعطيك مثال، قالت لي احدى السيدات بنت تقرا من 4 تاع الصباح، كاين اساتذه يديروا من 4 ل 7، راح تراجع 4 تاع الصباح، صدقيني هذه موجوده وصار في 4 تاع الصباح، ورقه قالت لي والله يا استاذ صدقني باللي قاعده رقدت حاكمه ورقه تاع الرياضيات، قالت لي خليتها كان مغاضبني خليتها نص ساعه رقدت، وبعد نوضتها عطيتها ما قدرتش تركز. هذه لما انت تجي وتقول انت ما كنتش تقرا وتجي دير لي هذه ممكن تحدث نتيجه تخليني انا في المستقبل
وممكن نجح ف 50% 50%. اذا ما نجحتش راح نقول فعل ما نعطش معناها انا كيما نقولوا نزعف عليه ما نهضرش معاه. هذا خطا وبالعكس هذا اللي يسبب ضغط اخر بنوع من الانانيه الخاصه انانيه اجتماعيه. يا ربي بنتي تنجح وتكون اللي هما بيرفكسيونيست يعني يحبوا دائما بنتهم وولدهم يكونوا غير 18 باش نرسلك الى الجامعه الفلانيه باش نرسلك الى الخارج. فهنا ولا نفس ولدي وهذا اللي يخلي ولدي عدم الشعور بتقدير الذات يعني يحس روحه ما عندوش قيمه. احسن شيء نروح خير نخرج بالك نموت خير بالك. فانا نمو نفسي لولدي في شخصيته ككل وهذاك جزء من الشخصيه الجاي قادر يعوضه يدير تكوين مهني قادر يعوضه بعد سنه. فاللي يهمني سلامه ولدي التوازن النفسي وممكن هذا الضغط كامل ومن بعد ولدك ينجح. كم من طفل نجح ومن بعد الام تقول لك كم من طفل صار له سكته قلبيه او مرض نتيجه للضغوطات النفسيه ومن بعد نجح وتقول لك الام. فانا نفكر ممكن ينجح وإلا ما نجحش كم من طالب ويسمعوا فينا ويخدمهم الان اساتذه في الجميع ويشاهدوا راه معايا في الكونتاكت كانوا السنه المره الثالثه داو البكالوريا وراه في اقوى الجامعات في العالم. ان شاء الله هذا ما نتمناه لابناء اذا بالتوفيق لهم ان شاء الله يحصلوا الكل على المعدل المرء. شكرا لك جزيلا الشكر استاذ رابح الوصيف المختص في علم النفس التربوي سكايب مباشره من ولايه قسنطينه. شكرا لك.